دعم اللي وقعني في فرج علي الناس. طب اسيبه ولا هفضل ورا؟ قفلت معايا خلاص. مشيت رجلي نظرة عيني مرسومة بالمقاس. حد يوصل له ان انا اوصل؟ انا مش هفضل محتاس. دعم اللي وقعني في فرج علي الناس. طب اسيبه ولا هفضل ورا؟ قفلت معايا خلاص. مشيت رجلي نظرة عيني مرسومة بالمقاس. حد يوصل له ان انا اوصل؟ انا مش هفضل محتاس. الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس. وادي يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب. ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عين. الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس. وادي يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب. ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عين. يا سلام علي حاجة، انما ايه لو شفتوه هتحبوه؟ على حتة عود ولا الخدود مهتم اوي بنفسه. ما فيهوش ولا عيب بصراحة، غريب حد يقولي ايه ناقصه. اخترته خلاص ده قراري يا ناس، انا من الاخر عايزه. يا سلام علي حاجة، انما ايه لو شفتوه هتحبوه؟ على حتة عود ولا الخدود مهتم اوي. مفيهوش ولا عيب بصراحة، غريب حد يقولي ناقصه. اخترته خلاص ده قراري يا ناس، انا من الاخر عايزه. الواد فعلا جميل وعليه جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس. وادي يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب. ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عين. الواد فعلا جميل وعلي جمال كفيل يخليك تترعب العين عليها حارس. وادي يعني ملوش منافس مش ممكن يتغلب. ده يرجح اي كفة ملفوف بسلامته لفة حاجة يعني ورق عين.